مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد الذي سنتحدث فيه عن نظام معالجة الهواء المركزي أو ما يعرف باسم نظام AHU. في البداية وللدخول على صفحة معالجة الهواء نضغط من الواجهة الرئيسية كما ترون على HVAC. عندها تظهر لنا الواجهة الرئيسية لوحدة معالجة الهواء المركزي ذات الدارة الهواء المغلقة، وسبب تصميمها هكذا لاعتبارات توفير الطاقة. تتضمن هذه الواجهة كما نشاهد هنا الدمبر الرئيسي للهواء الداخل إلى وحدة المعالجة والقادم من المحيط الخارجي، ثم يليه فلتر أول وفلتر ثاني لتنقية الهواء من الشوائب والغبار الذي قد يحمله. ثم لدينا مروحتي الهواء الداخل الذي سيعالج من خلال مبدلات تسخين قادمة من نظام البويلرز أو مبدلات تبريد قادمة من نظام الشيلرز. ثم جهاز الترطيب الذي يستخدم مع الهواء الساخن لتحميل الهواء الداخل بنسبة من الرطوبة وتخفيف الجفاف. وفي النهاية يدخل الهواء المعالج إلى المكان المراد تسخينه أو تبريده، والذي يتواجد فيه حساس حرارة يقيس درجة الحرارة الفعلية. وكما نشاهد هنا يعود الهواء مرة أخرى إلى مجرى الهواء الراجع من خلال مروحتي الطرد هنا، ليصار إلى طرد الهواء إلى المحيط الخارجي عبر فتح الدامبرز رقم 5 أو إعادته إلى المكان مرة أخرى عبر الدامبرين 3 و4 كما سنتحدث فيما بعد. أيضا هنا لدينا حساسات حرارة ورطوبة وجودة هواء على المجرى الراجع للهواء. وأخيرا يوجد لدينا حساسات فرق ضغط على أطراف مراوح الدفع والطرد، وأيضا على أطراف فلاتر الهواء، فهي مهمة لاستشعار وجود فرق في الضغط والذي سيدل على انسداد مجرى الهواء في مكان ما، وبالتالي لدينا عطل. الآن لنقوم بتشغيل هذا النظام. بداية نقوم بتحديد نظام العمل آلي أو يدوي. نختار من هنا الوضع الآلي، ثم نحدد من هنا تدفئة أم تكييف. لنفترض أن الوقت هو فصل الشتاء، إذا نختار وضع التدفئة. نفترض أن درجة الحرارة في المكان المراد تدفئته هي 15 درجة، وهي قيمة تؤخذ من حساس الحرارة. ولنقوم بضبط درجة الحرارة المطلوبة من هنا على الدرجة المناسبة، ولتكن 28 هنا. نلاحظ أن البويلر قد عمل مع مضخته وبالوقت نفسه فتحت الدنابر رقم 1 و2 و6، وأيضا عملت مراوح الدفع والطرد بشكل آلي لتمرير الهواء المعالج إلى الداخل، وكما نشاهد هنا أن درجة 28. عندها يتوقف البويلر عن العمل وتبقى المضخة تعمل لتدوير المياه الساخنة عبر المبادل، وتبقى مراوح الدفع والطرد في حالة عمل. وفي هذه الحالة نلاحظ أن الدنابر رقم 3 و4 مفتوحة، ودنبر الطرد رقم 5 كما تشاهدون في أعلى الزاوية اليسارية مغلق. عندها يعاد تدوير الهواء ضمن هذه الحلقات المغلقة حتى تصبح درجة التلوث والغازات في المكان أكبر من حد معين، فيتحسس لها حساس جودة الهواء، ويقوم النظام بإرسال إشارة لفتح دنبر الطرد رقم 5 ودنابر المبادلة 3 و4 كما نشاهد الآن، فإن الهواء الملوث يطرد إلى الوسط الخارجي، وعندها تنخفض نسبة التلوث في الهواء. يعود ليغلق دنبر الطرد وتفتح دنابر المبادلة مرة أخرى. الآن سنتحدث عن جهاز الترطيب الذي يكون في حالة عمل عندما تكون درجة الرطوبة منخفضة أكثر من 30% كما سنشاهد الآن. لنفترض أن قيمة الرطوبة 40%، عندها سيتوقف جهاز الترطيب عن العمل، وعندما تكون الرطوبة 25 مثلا سيعود جهاز الترطيب للعمل. في حال حدوث فرق ضغط على أحد الفلاتر فإنه ستظهر إشارة الدلالة على اتساخ الفلتر كما ترون، ويبقى النظام في حالة عمل طبيعي. أما عند حدوث فرق ضغط على إحدى المراوح فإن النظام سيقوم بإيقاف المروحة فورا، وستظهر إشارة
تنبيه لوجود عطل. عند وجود عطل في إحدى المراوح مثل زيادة حمولة أو قصر، فإن المروحة ستتوقف عن العمل وتعطي إشارة حمراء دلالة على عطل. وتقوم منظومة وحدة المعالجة بالعمل ذاته مع نظام التكييف في حال عمل نظام الشيلرز في فصل الصيف. أما في حالة العمل اليدوي فإن المشغل يستطيع فتح وإغلاق الدنابرة، تشغيل وإطفاء مراوح الدفع والطرد، وأيضا تشغيل وإيقاف عمل المرطبة بشكل يدوي. نتمنى أن نكون قد قدمنا الفائدة. ترقبوا مزيدا من الفيديوهات حول الأجزاء الأخرى في نظام BMS. شكرا لحسن استماعكم.